بعض طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد: تجنب التقبيل والمصافحة أو الاحتضان، الحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، اعتذر عن حضور التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية والتزم بالبقاء في المنزل، عدم مخالطة الآخرين وعزل نفسك في حال الشعور بأعراض المرض. امتنع عن استخدام أدوات الأكل من بعد أي شخص تفاديا للإصابة بالعدوى. حافظ على غسل اليدين والتعقيم بشكل جيد. أهمية استخدام منديل ورقي ورميه في سلة المهملات بعد العطس أو السعال مباشرة.